الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. المسألة ديال البوستات تاني العرض الناس اللي في الاخر ديال البوست كيوصل عند الضوء درجة 160-170 باش كيبقى الضوء واسد. نضيف هاني كما قال الأخ السي عاصم بالنسبة لي على باش مجموعة تشترط لي في المشاكل العالقة بالنسبة لانقطاع التيار الحراري كاين العديد المشاكل ديال انقطاع الحراري كل شيء تقريبا السادية كلها كتشقى. لكن الولاد الحسين اللي تقرا في واحد المشاكل كثيرة يعني تقرا في الولاد المشاكل يعني ما نهضرش على القطاعات راه عارفين من بعد القطاع فاش كيبدا يرجع الضوء كيدير شي طونسيون اللي تيوقع وكيأدي في خسارات كبيرة. دوك الجلسة الأولى كانت نهار جوج في الشهر دونك هذا كان عدم حضور الممثلين ديال الماء والكهرباء باش يدارسوا معنا المشاكل اللي كتعيشها المنطقة. الدورة الأولى الدورة الثانية لونس عاوتاني كانوا كان الغياب ديالهم. المجلس خذ القرار على أنه غيعلق الدورة إلى حين حضور الممثلين ديال الماء والكهرباء. بالفعل اليوم كان حاضرون السيد المدير بالنيابة وكان يعني عطاو الإخوان جميع المشاكل اللي كتعانيها الدواوير ديال المنطقة وكانت الأجوبة كانت يعني اقتنع بها المجلس. لذلك راه حنا خرجنا بواحد إحداث واحد اللجينة لتتبع هاد النقاط هادو اللي كنا درسنا اليوم واللي عطونا فيهم هما الملاحظات ديالهم. غنحاول ما أمكن أننا بزاف ديال الطلبة القومية كما هدرت باش غيدخلوا شركات اخرين وغيدخلوا دي كونتور بجوده احسن بجوده اعلى وغتخلي ان المنافسه عن العموم وغتخلي ان مكتب الكهرباء تخدم باريحيه اكثر. بالنسبه للاكستنسيون بلان السيد الرئيس قبيله دار واحد النقطه مهمه ديال ان كاين بعض الشركات كتخدم وكتخلي بعض الكوانين ونقول لك حتى هي ماشي خاصه ولا ماشي على الصعيد الوطني باسكو 19 عام هذه العالقة كاين ولد حسين ديال الكهرباء كاين هذوك الاخوان من او الاستمرارية قطع التيار الكهربائي اللي كتسبب اليوم خسارة ديال التلفاز ديالهم الثلاجات المسائل المنزلية. كاين المشكل الثاني هي إلا كنا شي حاجة اللي غنشوفوها يعني إلا خرجتو يعني خرجنا جديد من داخل واحد البلاصه تحت الضوء شوف بعينيكم يعني الكابليات اللي زيت البوطوات راه من قوس البوطوات مع بعضهم كلهم في الارض. انا قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.